ايوا السلام عليكم شباب، السلام عليكم المغاربه، السلام عليكم اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش، السلام عليكم لبقيه العالم. دونك فوالا، قبل ما نبدا هذا الفلوغ غير نعرف لكم راسي اولا. المهم انا سميتي عبد القادر الكوش من مدينه فيكيك، والملقب غريب هذا اللقب قادر استروف. دونك هذا لقب فني ليا حيت انا شو ان ارتست كنغني، وشو ان فوتوغراف، je suis un journaliste aussi, journaliste citoyen. Oui, c'est pas un rizq daya. Donc voilà. هاد الفلوغ غنبداوه من مدينة فيكيك، ومدينة فيكيك هي المدينة ديالي الأصلية فين ساكن وفين عايش وفين فوت بزاف الأوقات الجميلة والمحزنة. مهم أولا عزيز عليا السفر، وكنبغي ندور ونبغي نكتشف ناس جدد وثقافات أخرى، وكيعجبني بمصطلحي الخاص اللي كنقولو دايما، كيعجبني نجر الفاليزة، جر الفاليز وما ادراك ما جر الفاليز. مهم انا غنوريكم كاع الاشياء اللي كتمتاز بها مدينه فيكيك، غنساريكم مزيان مزيان مزيان. دونك غادي نبداو البلوغ، بقاو معايا. يو دونك راه غنشدو الطريق دابا، شوف غنهز واحد نتلاقاو مع الحبيبه ديالي، راه تما مورا الحيط ما تسناني تما. وي كيما قلت لكم غنمشي عند حبيبه، راه تسناني مور الحيط باش تمشي معايا حتى هي، ولا باش تكتشفوها. اوه هيا هيا تبعوني تبعوني، هيا هيا شتو فهمتوني غلط ياك. المهم سيمون ناموخ نقدمها ليكم. دابا غنشد الطريق. شباب دونك وصلنا لهاد البلاصه، هاد المسجد اللي سميتو مسجد ولاد زيان، وهذا المسجد كيمتاز بهاد السمعه الحجريه كما كتشوفوا، التبنات بالحجر وعندها تبنات في العام السادس، في التبنات في القرن السادس الهجري. دونك فوالا، وهاد السمعه كتمتاز بثمانيه اوجه، وبغيت نقول بلي هاد السمعه متواجده في قصر لوداغير، وتحية الناس قصر لوداغير. شباب دونك مازال في السمعة الحجرية. دونك جاني واحد لابيل من واحد الصديق عن غيد توريستيك، راه غير هنايا، راه جا معاه شي كوار، غنمشيو نسولو هاد الكوار اللي معاه كي جاهم في كيك. بقاو معايا. كومون تا تخوفي في كيك؟ Bah écoute, ça fait pas longtemps qu'on vient d'arriver, donc j'ai pas encore pu découvrir tout le village, mais on a en tout cas été très bien accueillis par Mohamed. Et c'est plutôt sympa, ça a l'air vraiment sympa, très joli, très vert, et voilà, on apprécie pour le moment. Ouais. Et vous avez un petit mot à dire, vous?
magnifique. Moi, je trouve que c'est très joli. Tu m'as dit, toi? Oui, moi, je sais pas, mais vraiment, on m'avait parlé de Figy. Je suis pas déçue du tout. Je trouve que ça vaut le coup de venir parce que ça fait quand même une route qui est longue. Et pour vous dire, la route est quand même assez beau d'automne. Mais ça vaut vraiment le coup. Ouais, ouais. Et bienvenue. Merci. Donc voilà, on va nous chercher d'autres trucs. Donc voilà, c'est parti. الشمس غربت دونك راح نتسنى واحد شويه ونجمع صوالح نجمع ربوجي ونروح دونك فوالا نتمنى تكونوا فوتوا معايا وقيته زينه في هذا الاول نهار في بلوج دونك حتى غدا ان شاء الله بيس. السلام عليكم شباب. صباح اخوكم عاد نايم باقي لها 12 غنخرج دابا في هذا الجو الجميل نضربو شي دوره مهم. دابا كما كتشوفوا راه حنا غاديين في الطريق الكبيره حي بغداد فين كنسكن انا. بغداد ماشي نتاع العراق. شكرا يا صاحبي بدات تعب. واه زكريا صافا. هذا واحد اخ زكريا صاحبي صافا زكريا مزال شو هذاك ترانكيل صافا قول لهم شي حاجه. السلام عليكم والتحيه للناس تاع فرنسا تاع فريق ديالنا والتحيه للجميع. نتمنى ان شاء الله يجوا هنايا باش نشغلوا نديروا مهرجان ولا شي ولا شي حاجه اللي كتشتغل الناس عباد الله ولا شي حاجه اللي بغيتو شي حاجه مرحبا بكم دار فيكي شبيبه هالو بيت. ومرحبا بكم فيكي قول مرحبا بكم فيكي كامله ونتمنى لكم التهلا فيكم صحه. قول لهم جو زامكم دابيتود جو زامكم دابيتود. الله يحفظك اخويا زكار صحه الله بون كوراج. قول لي فرح كاداستروف هو كاداستروف قول لهم استيت المايك قولهم يلا قول لهم سلامة قول لهم بيزو يا شكرا. يو السلام عليكم. دونك دابا غنمشيو عند محمد لو كيد اللي تلاقيتو البارح مع دوك لي فرونسي اللي كانوا في الصومال الحجرية. دونك غنمشيو نضربو مع الدويرة. تبعوني I'm not gonna lie.
national Mohamed. Bienvenue à Figig. Croyez Mohamed. Figig, toujours, soyez bienvenus. Allez, ركب ركب نمشيو. مرحبا بكم. مرحبا بكم. سي فوز تجيبوا. محمد راك غايه. غايه بحال فايه. غايه بحال فايه. شتو هاد شحال غلايه. اوه غايه بحال فايه وخاصها الغلايه. هيا يا فايه ما كاينش هنايا. الله يحفظك الله يحفظك. صحه صحه. دونك دابا غادي نمشيو عند اتواتاي واحد القصر سميتو اتواتاي. اتواتاي نشوفو هذاك القصر ولا سليمان اللي رحنا فيه. دونك هذاك قصر اتواتاي فيه واحد هذوك المنازل المهدام عليه خوين. فيه تما واحد البلاصه سميتها البحبوحه. غادي ننزلو. دونك فوالا وصلنا القصر اتواتاي الحمام التحتاني. دونك نمشيو دابا دوك البنايات القديمه. ما عنديش فران ما عنديش فران. اوفا نجيبوها في راسنا. اوفا محمد. لو فران امان افيك لو عقبه. وي شو من هذا الشبلت؟ لا الشبلت بسم الله. دونك فوالا صفحه تواصل كيما تشوف هاد هذا مقهى مقبره سي محمد. هذه مقبره وهذا ضريح. كما تشاهدون الشباب نحن الآن في قصر أتواتاي الحمام التحتاني. وهنا يلعبون الشيك. مسجد. مسجد كيف سميت هذا المسجد محمد؟ هذا المسجد كيف سميته؟ ايوا ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. دونك فوالا. كيلعبوا الشيك هنا. دونك الشيك لعبة. ما كنعرفهاش أنا ما كنت أنا ما كن. ها هو كتلعب هكذا. كتلعب بربعة. شرح لهم شويه السمح. اللعبه كي كتلعب كتلعب هكا بربعه. اوكي دابا اللعبه هكا كتلعب هكا بربعه. دونك هذا خصو يجي هنا يدخل وهذا خصو هنا يجي يدخل هنا. اوكي دونك كتجي هنايا انا كيدير هكا يدير هكا يدير هكا يجي هنا خصو يدير جوج. فوالا كيمكن يكون اقرقور ولا شي لعبه بحال هكا. اقرقور يعني من يجي في القنت. في القنت يعني اقرقور. اقرقور بحال فيكيك جات في اقرقور. اقرقور فيكيك جات في القنت نتاع المغرب. وهذه اللعبه هذه دايرينها حسب الماء يعني كيفاش كيتوزع الماء. اوكي الله يحفظك خويا محمد. مرحبا بكم. مرحبا ومرحبا وبيافوني ويلكم جميع لغات العالم. جميع لغات العالم. فيكيك دائما مفتوحه لكل العالم.